رأيي في الموضوع ده إن دي أحداث بيسيروا بيها الرأي العام إن السعودية طبعا بعيدة كل البعد إنها تقتل الراجل بتاعها. في speculations بتقول مثلا إن السعودية متورطة, وفي ناس بتقول لأ تركيا هي المتورطة. وأنا شايف إن المقتل بتاع الصحفي دوت يعني أكيد خارج برا السعودية خالص. يعني دلوقتي هستدعي واحد معارض للنظام السعودي ودخله السفارة وقتله جوه السفارة. لو كان ده معارض بيتكلم على السعودية في آرائه هو بيأذي بيها السعودية, فالسعودية عندها 100 طريقة انها تخلص من الراجل ده. من الاحداث هو واحد دخل السفارة الكاميرات جابه, هو داخل ما جابتوش هو طالع. يعني لان السعودية مش هتقتل حد من جنسيتها او حد منها, حتى لو ده سياسة. يعني ممكن في اي مكان تاني في تركيا اشمعنى داخل السفارة؟ يبقى دي دليل واضح على المؤامرة ضد المملكة العربية السعودية. يجيبوا الراجل ده عندهم ويعاقبوه. امريكا بتضغط على السعودية بطرق تانية, فمش دي الحاجة اللي هتخلي امريكا تضغط على السعودية. عندما علاقة امريكا بالسعودية علاقة كويسة جدا يعني. قطر عايزة تبعد الانظار عنها عن الحصار اللي هو موجود عليها. هو على ارض تركيا فيسأل عنه في تركيا. انسب حاجه ان هي تركيا تكون متورطه في حاجه زي كده. لو وقفت مع 100 واحد بعديها هيقول لك تركيا ليها دخل, هيقول لك الاخوان ليهم دخل. تركيا عايزه تبتز المملكه العربيه السعوديه عن طريق اللي خاشقجي. القنصليه السعوديه ادت الامن التركي اجازه في هذا اليوم. اكيد المخابرات ليها دور واكيد الاخوان ليهم دور, بس احنا مش عايزين نسبق التحقيقات. امريكا عايزه تبتز السعوديه عن طريق اللي هي صفقات السلاح. دخل القنصليه امتى؟ وبيقولوا ان في كاميرات, ده حددت الوقت وحددت الساعه مفيش حد ملوش اخطاء, كله ليه اخطاء, بس المؤامره واضحه بنسبه 100%. الاحداث دي اصلا هي كل المقصود بيها ضرر الدول العربيه. اللي صدر من وزاره الخارجيه المصريه كان بكل وضوح واقف بجانب القياده السعوديه.